السلام عليكم يا شباب، النهاردة جهزنا لكم مجموعة أسئلة زي ما وعدناكم، علشان وانت بتذاكر تذاكر على نمط الأسئلة دي، وان شاء الله هنجهز لك برضو أسئلة وننزلها لك. الجزء ده من الأسئلة على الكاستنج، وفي الكاستنج في البداية. تعال نشوف كده الأسئلة بتقول ايه، واحدة واحدة كده، يعني هنمشي واحدة واحدة مع بعض. دي أسئلة ترو أور فولس. تعال نشوف أول سؤال. أول سؤال بيقول لك forming is a process in which molten metal flows by gravity or rather force into a mold where it solidifies in the shape of the mold cavity. التعريف ده عمره ما كان لعملية الفورمينج، لأن الفورمينج ده عملية تشكيل، وبالتالي التعريف ده هو تعريف عملية الكاستنج، فعشان كده الجملة دي يا شباب هتبقى ايه؟ هتبقى فولس. تعال نشوف السؤال التاني. يقول لك the limitations and disadvantage of casting are limitations on mechanical strength properties, porosity, environmental problems. طبعا اللي هو قاله ده هو بيقول لك بيتكلم عن القيود والعيوب اللي على عملية الكاستنج، وفعلا في عندي mechanical strength properties مش بتبقى كويسة، وعندي المسامية وبرضو environmental problems، فعشان كده الجملة دي المفروض انها تبقى true. تعال نشوف الجملة الثالثة. Factory that performs casting operations usually called a foundry. طبعا ده مظبوط، لان في السلايدات بتاعتك قلنا المكان اللي احنا بنعمل فيه الكاستنج اسمه فاكتوري، والراجل اللي بيعمل لنا عملية السباكة بنسميه foundry من، فعشان كده الجملة دي true. السؤال الرابع يقول لك the core determines the external shapes of the casted part while a better determines its internal geometry. ها نراجع مع بعض كده. الكورز مسؤول عن ايه يا شباب؟ مسؤول عن الاشكال الداخليه، اما الباترن هو المسؤول او الكافيت مسؤول عن الاشكال الخارجيه، وبالتالي الجمله دي كده معموله غلط. الاجابه فولس. السؤال اللي بعد كده the two basic mold types that distinguish casting process are واحد expendable molds and permanent molds. ده كلام صح، لان احنا قلنا النوعين رئيسيين حسب المود للكاستنج، الاكسبندابل والبيرمننت. ده رقم 5. تعال نشوف السؤال رقم 6. السؤال رقم 6 بيقول لك البيرمننت مولد which must be destroyed to remove casting. الكلام ده غلط، لان الاكسبندابل مولد هو اللي احنا بنحطمه علشان نحصل على المسبوقه، يبقى ده الكلام ده فولس. تعال نشوف رقم 7. The function of the riser is reservoir in the mold which is a source of liquid metal to compensate for shrinkage of the part during solidification. الكلام ده مظبوط. طيب لو احنا عملنا الجملة دي after solidification بدل during، طبعا هتبقى الجملة غلط، يعني لو شلنا during دي وحطينا after هتبقى غلط، بس الجملة دي كده true. رقم 8 بيقول لك the advantage of vacuum molding over traditional pouring is that clean molten metal from the center of the lead is introduced into the mold rather than metal that has been exposed to air. الكلام ده طبعا غلط. ماشي شباب، راجع. احنا لو قلنا ان في عندك الكلام ده لو احنا طبقناه هتلاقيه متطبق على اللو بريشر مش على الفاكيوم مولدنج، فعشان كده الجملة دي فولس. تعال نشوف كده أسئلة مالتي تشويس. يقول لك one of the important advantage of the shape casting process. واحدة من المميزات بتاعة الكاستنج بروسيس. واحد complex part geometries are possible. طبعا ده من المميزات. safety hazards due to handling of hot metals. طبعا ده مش من المميزات. some casting processes are suited to mass production. ده صح. يبقى كده في عندي ال A وال C، يبقى الإجابة بتاعتي ال A وال C. تعال نشوف اللي بعد كده. بيقولك في حاجة is open to the atmosphere، مفتوحة بالنسبة للهواء الجوي at the top من فوق. it is an open container، وعاء مفتوح in the desired shape which must be flat at the top. تعال نشوف الكلام ده. هو الجيتنج سيستم
عارفين الجيتنج سيستم اللي هو الكب مع الداون سبراي مع الرنر في الكاستنج؟ لا طبعا. ان اوبن مولد، الاوبن مولد المفتوح، تعال نشوفه الكلوزد مولد، لا طبعا هيبقى الاوبن مولد لانه طبعا بيبقى مفتوح وبيبقى فلات من فوق، وهنشوف الاجابه اللي هي ان اوبن مولد. رقم 3 ان كاستنج ا فلاسك از ويتش وان اوف ذا فولوينج. الفلاسك قلنا عليه ان هو الصندوق اللي انا بعمل بيه اللي في بعمل فيه عمليه الكاستنج في الساند كاستنج، بيبقى متقسم لدراج وكوب. تعال نشوف هو بيقول عليه ايه. بيفريج بوتل فور فاوندري من، ولا بوكس ويتش هولدز ذا كوب اند دراج، ولا كونتينر فور هولدنج ليكويد ميتال، ولا ميتال ويتش اكسترودز بتوين ذا مولد هافز. طبعا الاجابه رقم بي هي الاجابه اللي هتبقى صحيحه، بوكس ويتش هولدز ذا كوب اند دراج، ده الفلاسك. رقم 4 in foundry work في المسبك runner is which one of the following. الرنر معرفه ازاي؟ channel in the mold leading from down spray to the main mold cavity. طبعا التعريف ده من اول ما اقراه ده مظبوط. foundry man who moves the molten metal to the mold، طبعا ده غلط. vertical channel into which molten metal is powered into the mold. هنشوف channel in the mold leading from down spray to the main mold. وخلي بالك ما تلخبطش، علشان هنا واحد يقول لي ده هو بيقول الفاوندري وورك، ده مش الفاوندري وورك، بيقول لك ايه الفاوندري وورك وعمل فصلة وبيعرف، يبدا بيعرف الرنر، فهي الاجابه رقم ايه زي ما قلنا. ماشي يا شباب. رقم 5 بيقول لك total solidification time is defined as which one of the following. عايزين نعرف، احنا عارفين القانون بتاع total solidification time، بس هو كمعنى بيبدأ من فين وينتهي فين؟ تعال نشوف. time between powering and complete solidification، هل هو التايم ما بين عملية الصب وعملية اكتمال التصلب، ولا time between powering and cooling to room temperature، ولا هو التايم ما بين عملية الصب ولحد ما يحصل له solidification وكمان تبرده، ولا time between solidification and cooling to room temperature، ولا التايم اللي بيبدأ من أول ما يبدأ التجمد انتهاء التجمد لدرجة حرارة الغرفة، ولا time to give up the heat of fusion. طبعا هاي الأربعة دولت عارف إن هو time between powering and complete solidification، ده رقم إيه. تعال نشوف هنا في رقم 6 in a sand casting mold the volume للvolume بالنسبة للarea ratio of the riser للريزر. احنا الريزر مواصفاته ان احنا كنا بنحطه لازم الريزر ده بيبقى اكبر من مين؟ من الكافيتي. عملية التسلط بتاعته بتبقى بعد اكتمال التسلط بتاع الكافيتي. should be which one of the following relative to the volume لل area ratio of the casting itself. طب علشان هو يبقى يتسلط بعد اكتمال التسلط بتاعه، يبدأ بعد اكتمال التسلط بتاع الكافيتي، لازم الفوليوم بالنسبة للاريا يبقى أكبر من الفوليوم بالنسبة للاريا بتاع مين؟ بتاع الكافيتي. تعال نشوف الإجابة. بيقول إن هما متساويين، ولا إن هو greater، ولا هو smaller. الإجابة إن هو لازم يبقى greater. يبقى في الرايزر الفوليوم بالنسبة للاريا بتاع الرايزر لازم يبقى أكبر من الفوليوم بالنسبة للاريا بتاعة الكاستنج. رقم 7 fill the missing parts. طبعا ديت من الحاجات اللي احنا قلناها في المحاضرات، الرسمة هتجيلة هي رقم 1 و2 و3 و4 و5 و6، واجيب لك مجموعة اختيارات اقول لك مين الواحد ومين الاثنين. طبعا احنا مجهزين لك الاي ده بالنسبة لك هيبقى ايه، وعندك ده السي وعندك الدي، مدينك مجموعة طبعا اختيارات هيتكرروا معاك. يعني هجيب لك رقم 1 دي كلها تحت رقم 1 وانت هتختار، هجيب لك رقم 2 كل ده تحت رقم 2 وانت هتختار، رقم 3 بحيث انك انت يعني احنا بنحاول نلخبطك شويه طبعا، بس المذاكر مش هيتلخبط. حضرتك هتبقى مذاكر كويس وهتختار من مجموعه دي. يعني في الامتحان
هعمل ايه؟ هجيب مجموعة ارقام سي ان هي 5، هيبقى فينا 5 اختيارات، هنا 6 هيبقى فينا 6 اختيارات، 7 هيبقى هنا في 7 اختيارات، بحيث انك انت تختار كل رقم مناسب ليه. وده الاجابة بتاعتك عشان وانت بتذاكر. طيب رقم 8 بيقول لك instant casting volumetric size of the pattern is which of the following relative to cast pattern. بيقول لك الحجم بتاع الباترن بالنسبة لحجم الكاست بارت ايه هو. طبعا احنا اتفقنا في المحاضرة ان الباترن لازم يبقى اكبر من مين يا شباب؟ من الكاست بارت، علشان نعوض نسبة الانكماش اللي بيحصل فيه المعدن. بيقول لك bigger than ولا same size as ولا smaller than. طبعا لازم يبقى bigger than، دي الإجابة بتاعتك. يبقى الفوليومتريك سايز بتاع الباترن لازم يبقى bigger than الفوليومتريك سايز بتاع الكاست بارت. رقم 9 which actual size and shape of cavity must be slightly enlarged. تعال نشوف سوري why مش which. رقم 8 to allow ليه الاكشوال سايز والشيب بتاع الكافيتي لازم يبقى اكبر شويه. To allow for cold shots of metal during solidification. رقم 2 to allow for shrinkage of metal during solidification. طبعا اول ما اقرا عشان يعوض لازم انا بعمل ان الشيب بتاعي بيبقى هنا الشيب بتاعي والسايز بتاع الكافيتي بيبقى اكبر من السايز والشيب بتاع الكافيتي بيبقى كبير شويه علشان يعوض نسبه الانكماش. رقم بي اللي هو to allow for shrinkage of metal during solidification and cooling. طبعا هنا هتلاقي الاجابه اهي، الاجابه to allow for shrinkage of metal during solidification and cooling. كده يا شباب خلصنا، وانا ان شاء الله برضو كده انا ناقشت معاك شويه الاسئله، وهنزل لك البي دي اف كمان بتاعها على
السلام عليكم، ازيك يا باشمهندسين؟ النهارده هنشرح معاكم المسائل اللي ممكن تجيلك على جزء الترم اللي هو الخرائط. الاول لازم نعرف ان انا عندي 3 شروط مهمين في التشغيل بالنسبه لعمليه الترم. اول حاجه اللي هي الكاتنج سبيد، تاني حاجه اللي هي الفيد او التغذيه، تالت حاجه اللي هي الدبس اوف كات اللي هو عمق القطع. بالنسبه للمسائل اللي ممكن تجيلك في جزء الترمنج، بيكون مطلوب منك انك تحسب الآتي: أول حاجة بطلب حساب الكاتنج سبيد، وده بنحسبها من القانون ده V بيساوي باي دي ان على ألف. الدي هنا هي الأوريجينال ديامتر اوف ذا بارت اللي هو القطر الأساسي بتاع الشغل قبل ما تخش على المخرطة. الإن هي الروتيشنال سبيد اللي هي سرعة الدوران. ممكن أطلع من القانون ده قانون تاني خاص بالروتيشنال سبيد، بقول إن الإن اللي هي بتساوي الفي اللي هي الكاتنج سبيد في 1000 10 اس 3 على الباي في دي 1، ودي 1 هنا برضو الاوريجينال ديامتر في بارت. تاني حاجه ممكن يطلبها منك اللي هي الدبس اوف كات. الدبس اوف كات ده احسبه ازاي؟ من القانون بتاعه بيقول لي ان دي بتساوي دي 1 ناقص دي 2 على 2. دي 1 اللي هو الاوريجينال ديامتر او القطر الاساسي بتاع الشغل قبل ما ادخلها على المخرطه. دي 2 اللي هو الفاينل ديامتر بعد ما اشغلها على المخرطه وتطلع، ده الدي 2 بتاعي بيطلع ايه؟ هو ده الدي 2. طيب تالت حاجه ممكن يطلبها الماشينينج تايم اللي هو الوقت اللي انا المطلوب مني، الوقت المطلوب مني لعمل الشغله على المكنه، وده بيساوي ال جي على اف في ان. ال جي ده اللي هو طول الشغله، والاف اللي هي الفيد التغذيه، ان اللي هي الروتيشنال سبيد وحسبناها قبل كده فوق. رابع حاجه ممكن يطلبها الماتيريال ريموفال ريت. ماتيريال ريموفال ريت ده الاختصار بتاعه ام ار ار بيساوي في في اف في دي. طبعا في اللي هي الكاتنج سبيد، والاف اللي هي الفيد، والدي اللي هو الدبس اوف كات، وده معروف قوانينهم قلناهم فوق. طيب لو انا عندي جزء مسلوب تيبر، ايه اللي بيبقى طالبه مني في المساله بالجزء بالنسبه للجزء المسلوب؟ لو انا عندي شغله مسلوبه عشان اعملها بقلم خراطه عادي، فانا لازم اميل الطول بوست كلها في زاويه معينه. في المساله بقى بيطلب منك الزاويه دي. الزاويه دي بيتم حسابها اللي هي تان الفا بتساوي دي 1 ناقص دي 2 على 2 ال. دي 1 اللي هو الاوريجينال ديامتر، دي 2 الفاينل ديامتر. ال ده المقصود بيه بقى مش طول الشغله، لا ده طول الجزء المسلوب فقط من الشغلة، وده طبعا بيبقى لك في المسألة، وانت لازم تفرق بين طول الشغلة وطول الجزء المسلوب. هنشوفها دلوقتي في المسائل معانا. طيب أول مسألة عندي بيقول لي A cylindrical work part 125 ملم in diameter، يعني قطرها 125 ملم، يبقى ده ايه؟ دي 1 اللي هو الأوريجينال ديامتر، and 900 ملم long is to be turned to an engine lathe. ال 900 ملم ده اللي هو ايه؟ ال ال جي اللي هو طول الشغله كلها. طيب الكاتنج كونديشن بتاعتي اللي انا قلتها لكم في الاول اللي هي بتبقى الكاتنج سبيد والفيد والدبس اوف كات، عاطيها لك كمعطيات في المساله. الفي اللي هي الكاتنج سبيد عاطيها لك 2.5 متر على السكند. طبعا هنا بضربها في 1000 في 1000 عشان احولها لمليمتر عشان تبقى ماشيه مع بقيه المعطيات المساله. الفيد 3.1 مللي متر على الريفوليوشن. الدي 2 مللي متر اللي هو الدبس اوف كات. ايه المطلوب هنا؟ عايز الكاتنج تايم او اللي هو الماشيننج تايم هياها، او وعايز كمان الميتر ريموفال ريت اللي هو الام ار ار. طيب الكاتنج تايم هنحسبه ازاي؟ قلنا في الاول ان ان هتساوي الفي في 10 اس 3 طبعا عشان تحولها لمللي متر على باي في دي 1. تعويض مباشر طلع معانا ال n بكام؟ ب 6 و3 و6 6 3 و6 و60 سوري معلش 6 و3 6 6 من ايه؟ من 10000 اللي هي ريفوليوشن على السكند. طيب ال t هنا عشان احسبها بقى بتساوي ايه؟ بتساوي ال j اللي هو طول الشغله الاصلي اللي هو 900 على ال f الفيد عاطيها لنا ب 3.1 في ال n اللي انا طلعتها ايه؟ في الاول. يبقى تي هتساوي 900 على ال 6.366 في 3.1 بتساوي 471.2 سكند. طيب الميتر ريموفر ريت اللي هو تاني مطلوب بيساوي في اف في دي،
وطبعا ده تعويض مباشر، هو عاطيني ال V وعاطيك ال F وعاطيك ال D فوق، فانت هتضربهم الثلاثة في بعض وتطلع منهم ايه الميتر ريموفر ريت. هنشوف مسألة تانية خاصة بالتيبر. Determine the angle at which the compound wrist would be swiveled for cutting a taper on a workpiece having a length of 150 mm and the outside diameter 80 mm. يعني طول الشغلة 150 mm والoutside diameter 80 mm، ده اللي هو الايه الدي واحد. The smallest diameter on the taper end of the rod should be 50 mm، طبعا ده المقصود بيه اللي هو دي 2. And the required length of the taper portion is 80 mm. ده ال L المطلوبة عندي، يعني ده ال L اللي أنا هختارها، ماليش دعوة بال L اللي هي 150، 150 مم ده طول الشغلة كلها. ال L اللي أنا هستخدمها عندي في القانون اللي أنا بقول لك بقى هو دي اللي أنا بعرفه منها اللي هي إيه؟ ال L G اللي هي 80 مم. يبقى أنا هعوض في القانون بتاع التان ألفا هيساوي دي 1 اللي هي 80 ناقص دي 2 اللي هي 50 على 2 L، ال L عندي اللي هي إيه؟ 80 مم مش ال 150. ونخلي بالنا من النقطة دي. طلعت معايا الألفا على طول طبعا هنعملها بالآلة الحاسبة، طلعت 10.62 درجة، 10.62 درجة. طب نشوف مسألة تانية. بيقول 150 ملي متر لونج و 12 ملي متر ديامتر ستانلي ستيل رود is to be reduced in diameter to 10 ملي متر by turning on a lathe in one pass، يعني في لفة. The spindle rotate at 500 RPM at the tool is traveling at an axial speed of 200 mm على المنت. Calculate the cutting speed و material removal rate and the time required for machining the steel rod. أول حاجة المعطيات اللي عندنا الأول بيقول لي إن طول الشغلة اللي هو ال LJ 150 مم والدي واحد بتاعتي 12، عايز يخليها 10 يبقى 10 ده اللي هو الدي 2. ان اللي هي الروتيشنال سبيد 500 RPM. الاكسيال سبيد ده بعتبره هنا الفيد ريت بس بيساوي كام؟ 200 ملم. الكاتنج سبيد طبعا هحسبه من الايه؟ من الفي بتساوي باي دي ان على الالف. اعطيك الدي عندي اللي هي الاوريجينال اللي هي ال 12 والان عندي اللي هي ال 500 وتعويض مباشر اطلع الكاتنج سبيد. بالنسبة للماتيريال ريموفر ريت أنا الأول عشان أحسبه محتاج أحسب الدبس أوف كات. الدبس أوف كات عندي بيساوي دي بتساوي دي بتساوي الدي هتساوي 12 ناقص العشرة على الاتنين هتساوي 1 ملم. طيب في عندي إكويشن بتقول إن الفيد ريت هتساوي الـ N في الـ F، N اللي هي روتيشنال سبيد والـ F اللي هي الفيد ريت. يبقى ال F اللي هو الفيد هتساوي الفيد ريت على ال N. سوري يا شباب تاني نقول الفيد ريت بتساوي ال N اللي هو روتيشنال سبيد في ال F اللي هو الفيد. فانا من القانون ده اجيب قانون الفيد اللي هو هيساوي الفيد ريت على ال N. تمام؟ هو عاطيني الفيد ريت ب 200 وعاطيني ال N ب 500، يبقى انا اقدر اجيب منه ال N ال F بتاعتي اللي هي الفيد اصلا اللي هو عايزها ب 4.10 ملم على ريفوليوشن. بعد كده اخد بقى اعوض في القانون بتاع الماتيريال ريموفر ريت اللي هو الام ار ار. الفي عندي خلاص جبتها، الاف اللي انا جبتها اللي هي 4.10 والدي اللي هي الدبس اوف كات جبته برده اللي هو 12 ناقص 10 على الاثنين بيساوي 1، اضربهم في بعض اطلع ايه الماتيريال ريموفر ريت. طب تالت مطلوب عندي اللي هو التايم ريكوايرد فور ماشينينج ذا ستيل رود. تي هتساوي ال جي على الاف والام. طبعا ال جي عندي والاف عندي اللي انا كنت جايباها اللي هي 4.10 والان اللي هو عاطي هاني اصلا في المساله اللي هي ال 500، اجيب منه ايه التايم ماشينينج او الماشينينج تايم. هيساوي كام هنا؟ هيساوي 75 من 100 منت. بس اي اسئله بقى يا شباب تقدر تسال فيها. السلام عليكم، ازيكم يا باشمهندسين؟ النهارده جمعت لكم المعلومات اللي كانت في الفيديو بتاع الميلينج
اللي الدكتورة وعدتكم ان احنا هنجمع المعلومات اللي فيها ونعمل لكم عليها اسئلة. اول عملية عندي هي البلين ميلينج او السلاب ميلينج. يبقى هي العملية عندي اسمها بلين ميلينج او سلاب ميلينج. العملية دي بستخدمها في تشغيل الاسطح المستوية والاسطح الافقية، وعلشان حركة سكينة القطع عندي بتبقى مختلفة، فعشان كده تم تصنيفها لعمليتين تانيين، الأب ميلينج والداون ميلينج. طيب في الأب ميلينج زي ما هو هنا في الشكل اللي عندي، حركة السكينة بتاع القطع بتكون عكس حركة التغذية، وفي الداون ميلينج بتكون حركة سكينة القطع في نفس اتجاه حركة التغذية. وفي الأب ميلينج بيقول is in up milling the material is removed by the resultant force. إنما في ال down milling ال resultant force دي presses the work piece against the base، يعني بتضغط على ال work piece ضد القاعدة اللي هي عليها. وفي ال down milling برضو في عندي حاجة مهمة ممكن تجيلك في صح وغلط، هي ال rack angle. ال rack angle في ال down milling بتكون عالية. تاني عملية عندي هي الفيس ميلينج. في الفيس ميلينج بيكون الطول مثبتة على محور متعامد مع الشغلة orthogonal. The tool axis is orthogonal to the surface to be generated. وطبعا في سؤال هنا ممكن يجي لك في صح وغلط، اللي هي تاني نقطة، in face milling the tool doesn't cut with its face. ده ممكن يجي لك في سؤال صح وغلط هتشوفه في الآخر، بيقول لي مثلا in face milling the tool cut with its face، طبعا ده هيبقى غلط لان هي ما بتقطعش بوشها زي ما هو واضح من اسمها. تالت عملية عندي هي الاسترادل ميلينج. المقصود هنا بالاسترادل ميلينج ان انا بيبقى عندي سكينتين قطع بيقطعوا في نفس الوقت في منطقتين، بيعملوا تشغيل لمنطقتين في نفس الوقت بالسكينتين دول. السكينتين دول بيكون محدد ما بينهم مسافة معينة. المسافة المعينة دي بتتحدد بواسطة ايه؟ السبيسرز. رابع حاجة اللي هي الجانج ميلينج. الجانج ميلينج هنا بيبقى موجود بقى أكتر من سكينتين، ودي بقدر أعمل بيها تشغيل لكذا سطح عندي مع بعض، وطبعا دي بتوفر كتير من وقت التشغيل. بيقول لي بقى آخر حاجة هنا إن جانج ميلينج the cutter speed is calculated from the cutters of largest diameter. يعني في الجانج ميلينج، في العملية بتاع الجانج ميلينج، أنا بحدد سرعة القطر، سرعة أداة القطع بواسطة ايه؟ تحديد اكبر قطر سكينة القطع، اكبر قطر سكينة قطع عندي، يعني لان بيكون عندي اكتر من سكينة، فبحدد اكبر قطر لاكبر سكينة قطع، هو ده اللي بيقدر يحدد لي ايه؟ سرعة القطع. خامس حاجة اللي هي الفورم ميلينج. الفورم ميلينج بتكون خاصة لانتاج المجاري او الاشكال غير المنتظمة، وطبعا من ضمن العمليات في الفورم ميلينج هو الكونفكس ميلينج، وده برضو ممكن يجي لك سؤال صح وغلط. بالنسبة لسادس حاجة اللي هو الاند ميلينج. الاند ميلينج هنا انا ممكن اعمل بيها تفريز زي ما هو واضح من الشكل للسطح الجانبي للشغلة، وممكن اعمل بيها مجاري ضيقة جدا لارو سلوتس، وممكن اعمل بيها ايه تاني؟ ممكن اعمل بيها برضو مجاري بزاوية زي ما هو برضو بيقول at angle or at angle. سبع حاجة الانجلر ميلينج، طبعا من اسمها واضح ان هي خاصة بتفريز الاسطح بزاوية. ممكن اعمل بزاوية او بزاويتين، single or double angle. اخر حاجة معايا التي سلوت ميلينج. والتي سلوت ميلينج هنا طبعا من اسمها برضو انا عارفة ان هي بتعمل مجاري على شكل حرف تي. بس الاول هنا لما تيجي تعمل مجاري في حرف تي بتفتح الاول فتحة وبعد كده بتخش بالتي سلوت علشان تعمل فتحة على حرف تي. نشوف بعض بقى الاسئلة اللي ممكن تجي لك كام سي كيو في الامتحان. اول حاجة نبدأ باسئلة الترو اور فولس. بيقول لي في أول سؤال plane milling are used for machining flat and horizontal surface، صح ولا غلط؟
طبعا دي اول حاجه احنا خدناها ان البلين ميلينج او السلاب ميلينج، عشان برضو تخلوا بالكم برضو ممكن ده يجي لك سؤال، هو فعلا خاص بان انا بعمل بيه تفريز او تشغيل للاسطح الايه الافقيه او الفلات المستوي. ترو. تاني سؤال، in face milling the tool cut with its face، زي ما قلت لكم قبل كده كان ممكن يجي لكم سؤال، طبعا غلط. جانج ميلينج لوس ماتش ماشينينج تايم، قلنا في الجانج ميلينج بيقطع بكذا سكينة قطع في نفس الوقت، يعني بيعمل تفريز أو تشغيل لأكتر من سطح في نفس الوقت، طبعا ده بيوفر وقت مش بيضيع وقت، فطبعا هنا الإجابة غلط. convex milling is one of the four milling operation، ال convex milling واحدة من أنواع ال form milling، صح. آخر سؤال عندي بقى بيقول لي in T-slot milling operation first the T-slot milling cutter the feed from the one end of the workpiece then a plain slot cut on the workpiece by side milling cutter. طبعا هنا غلط، لأن هو المفروض إن أنا الأول بفتح فتحة وبعد كده بخش بالتي سلوت. أسئلة الاختياري بقى، in up milling the material is removed by ال axial force ولا resultant force؟ طبعا ال resultant force. تاني سؤال space is an operation in which a pair of side milling cutter are used for machining two parallel vertical surfaces of the workpiece. الفورم ايه بقى اللي خاص ان انا بعمل بيه اوبريشن لجهتين مع بعض لمنطقتين مع بعض، الفورم ميلينج ولا السلاب ميلينج ولا الاسترادال ميلينج؟ اهو شوف هو هنا قايل لك سلاب ميلينج، يعني قصده البلين ميلينج، ولا الاسترادال ميلينج؟ طبعا الاسترادال ميلينج هو ده اللي انا بقدر اعمل بيهم تشغيل لمنطقتين مع بعض. in angular milling the angular groove way be single ولا double angle ولا A or B؟ طبعا هتبقى A or B. in gange milling the cutter speed is calculated from the cutters of smallest diameter ولا large ولا largest diameter؟ طبعا هي largest diameter. السؤال ده متعاد، معلش كده خلاص، بالتوفيق يا شباب ان شاء الله. السلام عليكم يا شباب، النهاردة هديكم ام سي كيو على الميتال فورمينج، بعض الاسئلة زي ما وعدتكم، هنشوف بعض الاسئلة اللي هي صح وغلط واسئلة الاختياري. تعالوا مع بعض نشوف الاسئلة اللي موجودة معنا. اول سؤال هناخده ترو اور فولس، بيقول لك large group of metal manufacturing process in which elastic deformation is used to change that shape of metal workpiece. طبعا الكلام ده اللي مش فاهم الجمله، احنا ايه شغالين عندنا يا شباب؟ شغالين ميتال فورمنج، والميتال فورمنج ما بتشتغلش في منطقه الالاستيك، دي بتشتغل في منطقه مين؟ البلاستيك. علشان كده الاجابه المفروض هنا هتبقى ايه؟ فولس زي ما انتم شايفين. السؤال الثاني، metal forming process can be classified into two basic categories bulk deformation process and sheet metal working. وده كلام مظبوط، احنا اساسا لما قلنا metal forming كنا بنقسمه ل bulk deformation و sheet metal working، وده على حسب نسبة الفوليوم بالنسبة للاريا بتاعت الستوك اللي انا بستخدمه. الاجابة هنا صحيحة. في سؤال ثالث بيقول لك البالك ديفورميشن بروسيس ار جنرالي كاركترايزد باي سيجنيفيكانت ديفورميشنز اند ماسيف شيب تشينجز. يا ترى الكلام ده صح ولا غلط؟ الكلام ده صحيح. كمان سؤال على البالك ديفورميشن بروسيس، ار جنرالي كاركترايزد باي ذا سيرفيس اريا تو فوليوم
of the work is relatively big. لأ احنا قلنا ان الفوليوم على الاريا هو الكبير مش العكس، فعشان كده الجملة دي false. الجملة الخامسة rolling، تعال نشوف عملية rolling. is a compressive deformation process in which the thickness of a slab or plate is reduced by two opposing cylindrical tool called rolls. الكلام ده طبعا مظبوط، وده تعريف rolling. Stresses applied to plastically deform the metal are usually compressive only. تعال نشوف الكلام ده مظبوط ولا غلط. المفروض ان هو يبقى غلط، لان علشان اعمل البلاستيك deformation ممكن يبقى عندي compression stress وممكن يبقى عندي tension stress، وده في عملية الدروينج. تعال نشوف رقم 7، بيقول لك deformation results from the use of a tool usually called a die in metal forming which applies stresses that exceed the yield strength of the metal. ده الكلام ده مظبوط، التول اللي انا بستخدمها في معظم الاحيان بسميها ايه؟ داي، زي ما شفنا في الفورجينج. مالتي تشويس بقى، اختياري متعدد. تعال نشوف الاسئله دي. Which of the following are bulk deformation process؟ العمليات اللي قدامك دي مين فيها البلك؟ طبعا البندنج شيت ميتال وركينج، الديب دروينج برضو شيب ميتال وركينج، الاكستروجن ده بلك، الفورجينج ده بلك، الرولينج ده بلك، فعشان كده هيبقى الاف اللي هو السي والدي والاي، ودي الاجابه الصحيحه بتاعتنا. تعال نشوف السؤال الثاني. Which of the following is typical of the starting work geometry in sheet metal process؟ هاي فوليوم تو اريا ريشيو ولا لو فوليوم تو اريا ريشيو ولا ده الإجابة؟ طبعا هنا low volume to area ratio. طبعا ده حاجة مميزة، علشان تبدأ sheet metal working لازم الستوك بتاعك لما تيجي تحسب الحجم على الاريا بتاعه لازم تلاقي ان هو قليل، يبقى انت كده شغال sheet metal working. السؤال رقم 3 الاختياري بيقول لك in metal forming process the flow curve expresses the behavior of a metal in which of the following region of the stress strain a curve. الالاستيك ريجون ولا البلاستيك ريجون يا شباب؟ طبعا هيبقى البلاستيك ريجون، انا ده من الصبح واحنا شغالين في الديفورميشن على البلاستيك ريجون. السؤال رقم 4 hot working of metals refers to which one of the following temperature regions relative to the melting point of the given metal on an absolute temperature scale. اي درجه حراره؟ room temperature ولا 2/10 ميلتنج بوينت ولا 4/10 ميلتنج بوينت ولا نص الميلتنج بوينت؟ طبعا هتبقى الاجابه اللي هي النص الميلتنج بوينت. رقم 5 increasing strain rate tends to have which one of the following effects on flow stress. يا هنشوف دلوقتي، وده معلومه من الفيزياء لاي ماده، لما بتزود السترين ريت اللي بيحصل في الفلو ستريس during hot forming of the metal decrease flow stress، هل هيقلل الفلو ستريس ولا مفيش افكت ولا هيزود الفلو ستريس؟ طبعا ان هو لازم يزود الفلو ستريس، او كده طبعا في الهوت فورمنج عمليه التشكيل بتبقى اسهل، عشان كده الفلو ستريس بيبقى بالنسبه لي اعلى. The coefficient of friction between the part and the tool in cold working tends to be. The coefficient of friction بين ال part والtool هيبقى ايه؟ يا ترى عالي ولا هيبقى اقل ولا no different relative to its value in hot working؟ اعلى من ال hot working ولا اقل من ال hot working ولا مفيش different؟ طبعا الاجابة هيبقى اقل. رقم 7 بيقول لك ان work piece is compressed between two opposing ties so that the die shapes are imparted to the work. Forging is traditionally a hot working process but many types of forging are deformed equally. يا ترى ده الرولينج ولا الفورجنج والاكستروجن؟ طبعا الجملة دي واضحة جدا انها هتبقى ايه يا شباب؟ الفورجنج. بس انا في الامتحان ممكن اقص منها بقية الجملة من اول النقطة دي واقعد خلاص ما اجيبش حاجة تانية، وانت تعرف انها ايه الفورجنج. In process the diameter of round wire or bar is reduced by pulling it through a die opening. طبعا دي عملية مين؟ دي عملية drawing. دي التعريفات اللي انا قلت لك انا هجيبها كده كده في الامتحان، فاكرين لما قلت لك اربع تعريفات؟ نشوف الجملة دي بتقول ايه. Is a
compression process in which the work metal is forced to flow through a die opening, thereby taking the shape of the opening as its own cross section. طبعا ده هيبقى ايه يا شباب؟ الاكستروجن. كده انا خلصت لكم الاسئله، النموذج الاسئله كده تقدروا انتوا حضراتكم تذاكروا الجزء بتاع الفورمك والجزء بتاع الكاستنج على النمط ده من الاسئله، وبتوفيق يا شباب.